أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحريف. النهاردة كل ما هو جديد هنتكلم فيه في الحريف. النهاردة حلقتنا منقسمة إلى جزئين. الجزء الأول هنتكلم عن تجربة نادي الإسماعيلي، التجربة الاستثمارية المقامة في مصر بقالها أو في القاهرة بقالها 3 شهور في موسم 2021، وقبل كده كانت موجودة موسم 18-19، وقبلها موسم 2017-2018. السنة الثالثة، مر 3 شهور من السنة الثالثة، هنتكلم عن التجربة سواء في مركز شباب الساحل أو في مصر الجديدة. الجزء الثاني من الحلقة هنتكلم عن دوري الحريف اللي هينطلق رسميا إن شاء الله يوم 27 نوفمبر الحالي. هنعرض أسماء الفرق، وهنعرض الفرق المشاركة، وهنعرض الجداول، وهنتكلم بكل التفاصيل واللائحة الجديدة والحكام بيجهزوا ايه والفرق بتجهز ازاي. كل ده هنتكلم عليه النهارده ان شاء الله. لا، خلونا نرحب بضيوفنا في الجزء الاولاني اللي هيتكلموا عن نادي الاسماعيلي. المدير الاداري لقطاع البراعم بنادي الاسماعيلي فرع القاهره، كابتن ميمي غنيم. منورنا كابتن ميمي. مرحبا بك كابتن محمود. اخبار حضرتك ايه؟ مع حضرتك الله يخليك. الحمد لله. وكابتن عبد الرحمن عارف، المدير الفني ومدير فرع نادي الاسماعيلي بالليسي مصر الجديده. منورنا يا كابتن عبد الرحمن. اخبارك ايه؟ كله تمام. اخبار فرع الاسماعيلي ماشي بخير، كله كويس ان شاء الله، وفي تطورات جديده ان شاء الله هنبدا نتكلم فيها ان شاء الله. ان شاء الله. بداتوا شغل في الليسي؟ احنا بادئين من شهر 2. قعدنا شهرين. تمام. بعد كده ضغطت علينا الفتره بتاعت الكورونا، 4 شهور. عطلت كتير وخوفت الناس وخوفت المدربين وقلقتنا وطبعا جت علينا بشكل سلبي كبير. بس بفضل الله قدرنا نلم القصه بعد العوده، والحمد لله الدنيا مشت ستيبل. يعني شايف ان السنه دي، يعني حتى الان 3 شهور مروا من الموسم الجديد، الفرع ماشي كويس، الاكاديميه ماشيه كويس، اللعيبه اللي هتشارك عندك في الدوري وهتتسجل في اتحاد الكوره، بدات تعمل كيان كويس هناك ولا موضوع كورونا ده مؤثر عليك؟ لا، هو في الاول طبعا كان مؤثر، وبدانا نسابق الزمن. 4 شهور فتره قليله جدا ومتقطعه ما بين البدايه بتاعت شهر 2 و3، وبعد كده فتره اربع شهور تانيين، بعد كده بدانا في شهرين كمان. فالفترة طبعا جينا في الاخر الحمد لله الدنيا مشيت كويس، لان برضو قرارات اتحاد الكوره الجديده ممكن تكون الى حد ما خدمتنا شويه في قصه اللائحه. طبعا كلنا عارفين اللائحه بدل ما كانت مفتوحه بدات تقنن، فده ادى ان لكل الانديه اذا كان عندها اعداد فبدات تسرح في الاعداد دي، فكله بدا يصب الانديه اللي هي لسه الدنيا مش مظبوطه فيها. طيب كابتن ميمي، برضو ده الموسم الثاني ليك في الاسماعيلي. السنه اللي فاتت كنت حضرتك المدير المالي والاداري، والسنه دي برضو المدير المالي والاداري، من عناصر مهمه جدا في نادي الاسماعيلي في فرع القاهره. برضو عايزين نعرف الوضع عامل ايه في الاسماعيلي، مركز شباب الساحل، في براعم الاسماعيلي. السنه اللي فاتت ايه اللي اتغير عن السنه دي؟ ايه اللي اتضاف السنه دي كان مش موجود السنه اللي فاتت؟ الوضع بعد كورونا برضو، هل كورونا اثرت على الوضع في نادي الاسماعيلي ولا لا؟ والله الحمد لله والشكر لله، ده بفضل ربنا. طبعا احنا كنا السنه اللي فاتت قبل كورونا، طبعا الموسم اللي هو كان 18-19، كان معنا القطاع طبعا بسم الله ما شاء الله، يعني كان بدايه جميله جدا، ودي كانت حاجه حلوه طبعا وحاجه جميله جدا وموفقه الاسماعيلي فرع القاهره. طبعا الحمد لله والشكر لله، برضو شاركنا دوري كويس وعملنا فيه نتائج كويسه، وكانت النتائج بعد كده في الموسم اللي بعده 2019 برضو ادت الحمد لله والشكر لله لايجابيات كتير جدا. انتوا السنه اللي فاتت الاسماعيلي كان مشارك ب4 فرق في دوري منطقه الجيزه، 2006 و7 و8 و9 و9 اعتقد ان في فرقتين صعدوا عندنا بالفعل السوبر 2009، ودي طبعا كان بقياده كابتن عمرو خشاب وكابتن عبد الرحمن عارف. طبعا. وطبعا عملت نتائج جميله جدا، وطبعا حتى سمعت، وفي ناس حتى من الانديه الممتاز اتكلمت على اولادنا. خاصه فرقه 2009 دي كانت فرقه مميزه جدا. وكانت برضو لها انطلاقات جميله حتى في الحب الود بتاع اولياء الامور والمنظومه كلها كمدربين وكلاعيبه وكاولياء امور. كنت بتحس ان الفرقه دي بيت في مكان طبعا كبير وكيان كبير زي الاسماعيلي فرع القاهره،
وطبعا فرقة 2008 طبعا بقيادة الكابتن باسم ساحر الكرة المصرية طبعا، تحياتي كابتن باسم. فطبعا الأمور اختلفت. طب قبل ما نقول ايه اللي اختلف السنة اللي فاتت عن السنة دي، عايز برضو كابتن عبد الرحمن ناخد من كلام الكابتن ميمي، انت كنت المدير الفني لفرقة 2009 السنة اللي فاتت، وكان معاك الكابتن عمرو خشاب، واحد من اهم المدربين في قطاع الناشئين بنادي الاسماعيلي سواء السنة اللي فاتت او السنة الحالية. قدرتوا تعملوا حالة الحب والتجانس والتآلف اللي قال عليه الكابتن ميمي ازاي؟ هو طبعا احنا ما كناش شغالين على الناحية الفنية بس، احنا كنا تهمنا جدا الناحية النفسية. الولد لو كان عنده مشاكل في دراسته او مشاكل في بيته او في اسرته او في ايا كان، كنا بنتواصل معاه اول باول. طبعا مش ولد ولا اتنين، كان كل الاولاد. كان بيقابلنا الناس اللي هي بتاعت الاقاليم اللي كانت بتيجي من بعيد، كنا بنحاول نقابلها في اقرب نقطه تلاقي للماتشات، بحيث ان كان بيتعبوا في السفر وكده. وكنا الماتشات طبعا مواعيدها كانت بتبدا من الساعه 6 الصبح، فكان بيبقى ارهاق على الولد خصوصا في السن ده، 9 سنين و10 سنين، فكان الموضوع بيبقى صعب. فده اللي قربنا لبعض وقربنا من اولياء الامور شويه. وطبعا كان الموضوع اولياء الامور ده هو اللي بيساعدنا في القصه دي، لان ولي الامر هو كل حاجه. اه طبعا، لو ولي الامر ممكن يضغط عليك بشكل سلبي وممكن يكون دعم ليك والولاد. لو على فكره برضه يا كابتن، الفرقه دي مخصوص حتى طلع منها لعيبه للممتاز عندنا في يعني طلائع الجيش، طلع عندنا لاعب اسمه فؤاد، طلع عندنا في إبراهيم حامد الاتحاد السكندري، طلع عندنا برضو المقاولين مروان. يعني برضو الفرقه كانت مسمعه على مستوى الدوري اصلا. محمد وحيد 2011، محمد وحيد الزمالك، راح الزمالك. تمام، في عناصر كويسه كتير. طيب اللي كنت بسال حضرتك يا كابتن ميمي، الفرق ايه قبل كورونا وبعد كورونا، والفرق ايه السنه اللي فاتت وعن السنه دي؟ طبعا السنه اللي فاتت كانت في شكوك كتير جدا ان ازاي اسماعيلي فرع القاهره، طبعا أكاديمية والكلام ده كله، اكاديميه والكلام ده كله، ولكن تبينت الامور الحمد لله بالمصداقيه. إن يعني كان الناس بتقول ان انتم مش نادي الاسماعيلي، انتم اكاديميه نادي الاسماعيلي. اكاديميه، وطبعا ده كلام غير صحيح، لان طبعا انا الوحيد اللي كنت اقدر احكم الحته دي بالمصداقيه. صحيح، بصفتي مالي واداري وتعاملي طبعا مع نادي الاسماعيلي دايركت. فطبعا الحمد لله والشكر لله، لما كان موجود 180 كارنيه نادي الاسماعيلي طبعا اصبحت المصداقيه كبيره جدا. قيد 180 لاعب، 180 لاعب بكارنيه طبعا. والناس حتى كانت في البدايه كلامها غير، يعني قبل ما يشوف الكارنيه حاجه مطمئنين. وبعد ما شاف الكارنيه حاجه ثانيه طبعا. طبعا اول ما استلمت الكارنيهات طبعا نزلتها على الجروبات، بعت لاولياء الامور، الطمانينه طبعا كترت لدرجه ان حتى اللي كان بيشكك بدا يجيب لك لعيبه. بدا يرشح لعيبه تنضم ليه. طبعا طبعا. الفرق طبعا ما بين الاكاديميه وما بين النادي او الفرع، علشان اولياء الامور تبقى فاهمه، فرق في حاجتين يعني، او اهم حاجتين هم الاكاديميه ما بتطلعش كارنيه اتحاد كوره. طبعا يعني الاكاديميه ملهاش حق يطلع لها كارنيه اتحاد كوره او تسجل في اتحاد الكوره. الاكاديميه ما بتشاركش في اي مسابقه رسميه لاتحاد الكوره. فممكن نادي مثلا زي نادي الاسماعيلي او نادي ايه او نادي اكس يبقى عنده فرع وعنده اكاديميه. الفرع هيتوفر له الحاجتين اللي احنا قلنا عليهم، اللعيبه تتسجل في اتحاد الكوره واللعيبه تشارك في دوري من دوريات اتحاد الكوره. انما الاكاديميه هي اكاديميه، بتبقى اكاديميه باسم النادي، لكن ليس لها الحق في المشاركه في اي مسابقه رسميه، وليس لاي لاعب من اللعيبه المنضمه لهذه الفرق استخراج كارنيه باسم اتحاد الكوره. تمام يا كابتن ميمي. الاختلاف ما بين السنه اللي فاتت والسنه دي، بما انك احد العناصر الموجوده من السنه اللي فاتت في قطاع براعم الاسماعيلي والسنه دي ايضا. تمام، طبعا الاختلاف عندنا طبعا الحمد لله طبعا منظومه كبيره جدا. فنيا كويسه جدا واداريا. طبعا انا هتكلم على الفنيات طبعا للكوره، لان طبعا في فرق كبير جدا انك بتكون بتتمرن جوه نادي، مدربين اتعلموا يعني ايه يخرجوا لاعب كوره، وان هم طبعا بينتموا لكيان كبير جدا طبعا النادي الاسماعيلي. تمام. طبعا الفرق، الولد لما بيكون جاي من اكاديميه او اي مكان وبينزل تمرين او بيكون معانا موقع معانا، طبعا بيلاقي فرق كبير طبعا ولي الامر في نظام التدريب، في نظام الفنيات، في نظام الشغل طبعا بالنسبه للمدرب. وهنا بيفرق بين الاكاديميه بين الاكاديميه
ولاعب النادي، لذلك لاعب النادي ممكن تشوفه في اي مكان تقول ده اتربى في نادي. تمام. طبعا برضو الحمد لله والشكر لله، طبعا المكان نفسه والاسم نفسه بالمصداقيه بتاعت السنه اللي فاتت عملت ارضيه كبيره لينا في السنه دي، ارضيه كبيره طبعا لينا السنه دي، وعملت حتى معانا فجوه كبيره جدا الكل طبعا شاد بيها يعني. وطبعا الحمد لله طبعا حته برضو انك بتشارك دوري منطقه الجيزه الف، توصل سوبر، اسمك بيسمع، والمصداقيه في الحته دي برضو كانت اقوى طبعا. لان عمر الاتحاد ما هيوافق لك على انك تكون موجود داخل دوري منطقه الجيزه الف وحضرتك اصلا مش نادي. طبعا اكيد. تمام. كابتن عبد الرحمن، ازاي بقى يعني انت طبعا كنت مدير فني في اكاديميه اللي هي كانت سكر تيم، او كنت المسؤول عن الاكاديميه انت وكابتن عمرو الخشاب اللي بيتابعنا دلوقتي من خارج مصر، بعت لي على الواتساب بيقول لي انا متابعكم والحديث شيق ومعجب بالحديث كابتن عمرو، خالص تحياتنا من المدربين المحترمين كابتن عمرو الخشاب، ان شاء الله يرجع لنا بالسلامه في رحله وزياره خاصه بيه خارج مصر، وان شاء الله يكون موجود معنا خلال الايام الجايه. كنت مسؤول عن اكاديميه سكر تيم، واصبحت مسؤول في نادي الاسماعيلي في السنه اللي فاتت مدير فني 2009، والسنه دي مدير لفرع الاسماعيلي في الليسيه في مصر الجديده. الاختلاف ايه لما بتتعامل داخل الاكاديميه او بتتعامل مع اولاد في اكاديميه ولما بتتعامل في نادي؟ هل انت وجدت اختلاف، او هل الاهداف بتاعتك اللي انت شغال عليها بتتغير؟ هنا بتشتغل على اهداف معينه وهنا بتشتغل على اهداف معينه، او هنا بيبقى ليك طموحات معينه وهنا ليك طموحات معينه؟ يعني الفرق ما بين الاكاديميه لما بتشتغل باكاديميه، اكاديميه خاصه بقى اي اسم، سكر تيم، الحريف، اي اسم، وبين ما انك بتشتغل تحت مظله نادي كبير زي نادي الاسماعيلي. طبعا خلينا اتكلم الاول بالفتره اللي فاتت. يمكن انا طلعت مع حضرتك هنا السنه اللي فاتت في نفس المواعيد او نفس الفتره دي بس السنه اللي فاتت، وكنت حضرتك سالتني سؤال شبيه بذلك، انت هدفك ايه الفتره اللي جايه؟ كنت قلت لحضرتك النتائج هي اللي تخليني الفتره اللي بقى المستقبليه اكون في مكان افضل يعني. تمام. فمبدئيا كده خلينا نحط الهدف الاول الاساسي هو النتيجه، النتيجه سواء مع الولد او نتيجه اللي هي النتيجه السكور في الدوري او في الماتشات. طيب بالنسبه للاكاديميه، الاكاديميه طبعا انت بتبقى داخل تشتغل على سكيلز، مستوى الفرق او اللعيبه اللي بتبقى موجوده معاك يعني مستوى اقل شويه، بيبقى يكون الولد جاي اهداف مختلفه، اللي عايز ابنه يبعد ابنه عن الشارع او ايا كان من اي مواجهات سلبيه، واللي عايز يعلم ابنه كوره. تمام. الموضوع بيتحول انك انت تبقى فريق، طبعا بيجي لك المستوى احترافي شويه، بتجي لك خامات كويسه بتبدا تشتغل عليها، تحط كل لعيب في مكانه، توظف الشغل صح، وبيبدا من هنا تبدا العمليه في موضوع النتائج. تمام. نظره اللاعب ليك وانت اكاديميه تختلف كتير عن وانت فريق، بيبدا هو كمان يكون اتحط له اهداف بيبدا يجري عليها، بيبدا يشتغل عليها. تمام. واحنا طبعا من خلال الفتره دي بنبدا نشتغل على الهدف، ما ينفعش يكون الولد موجود عندي وهو بلا هدف، خصوصا في الناحيه الاستثماريه. تمام. الناحيه الاستثماريه دلوقتي كل ولد بيبقى جاي بيبقى شايف ان هو ازاي انا هدفع فلوس، المفروض اللي انا بلعب في نادي ده انا هاخد فلوس. طيب انت ازاي هتاخد فلوس وانت لسه ما قدمتش حاجه للنادي؟ اللي بياخد فلوس ده بيكون قدم للنادي. تمام. زمان الكلام ده كان زمان بيطبق، النادي بيفضل يصرف على الولد من هو برعم ناشئ، وبعد كده بيبدا يستثمر. دلوقتي بقى الموضوع صعب، الموضوع بقى صعب، ما عندهاش امكانيات انها تصرف دلوقتي. لا غير كده، الولد هتصرف عليه في الاخر، هو بيبدا يشذ عن الطريق الصحيح، ممكن في الاخر يتجه لاي اتجاه خاطئ، او يهتم بدراسته، او يبدا يشتت نفسه بعيد عن الناحيه اللي هي الكوره، فبالتالي النادي ما بيبقاش استفاد منه، يفضل يصرف عليه في الاخر الولد هيدي له ايه. فبالتالي هي المرحله دلوقتي كل الانديه بدات تشتغل تتجه للاتجاه الاستثماري. تمام. بحيث ان هم يبداوا الولد يصرف على نفسه، فبالتالي بيبقى خايف على اللي هو صرفه، فبالتالي بيبدا يحافظ على نفسه، فبيبدا يديك نتيجه كنادي او يدي لنفسه نتيجه كمان. تمام. طيب يعني شفنا راي كابتن ميمي وشفنا راي كابتن عبد الرحمن، والاثنين بيمثلوا فرع النادي الاسماعيلي بالقاهره. هنشوف طبعا راي اولياء الامور واللعيبه نفسها في نادي الاسماعيلي وفرع القاهره
الشغل عامل ايه السنه اللي فاتت والشغل عامل ايه السنه دي، واستعداداتهم ايه للدوري اللي هيبدا خلال اسابيع ان شاء الله. ونرجع نستكمل فقرتنا مع الكابتن ميمي والكابتن عبد الرحمن. اسمك ايه؟ محمود طلعت محمود. ايه مركزك في الملعب؟ حارس مرمى. ايه استعدادك للموسم الجديد؟ ايه الاستعداد بتاعك للموسم الجديد؟ باذن الله هيلعب ماتش كويس وهيلعب مباراه كويسه. ايه الكلمه اللي حابب توجهها للمدير الفني؟ المدير الفني هو بصراحه معانا كويس، كابتن حسام علي بيمرنا كويس ومعانا كويس قوي. ازاي؟ ايه مركزك في الملعب؟ راس حرب. ايه استعدادك للموسم الجديد؟ ان شاء الله هناخد الدوري ونبقى نطلع مركز اول. ماجد خالد محمد. ايه مركزك في الملعب؟ باك رايت او ديفندر. ايه استعدادك للموسم الجديد؟ ايه الاستعداد بتاعك للموسم الجديد؟ يعني ان شاء الله هنفوز، ان شاء الله يعني بالفوز لينا وان شاء الله هنكسب اي فرق. إيه؟ محمد شو محمد. ايه مركزك في الملعب؟ هافي مي. ايه استعدادك للموسم الجديد؟ الحمد لله وهنبقى احسن من الموسم اللي فات ان شاء الله وهناخد البطوله. محمد عبد المصور. استعدادك كل الموسم الجديد؟ الحمد لله حلو وجميل. احب اشكر الكابتن تامر. محمود رمضان محمد. ايه مركزك في الملعب؟ حارس مرمى. استعدادك كل الموسم الجديد؟ ان شاء الله نكسب ونكسب كل الفرق ونكمل. محمد احمد رافع. ايه مركزك في الملعب؟ حارس مرمى. ايه استعدادك كل الموسم الجديد؟ ان شاء الله الموسم يبقى بتاعنا. مؤمن محمد سعيد. ايه مركزك في الملعب؟ راس حربة. استعدادك كل الموسم الجديد؟ والحمد لله كويس وان شاء الله يساعدنا. يوسف احمد حسن. ايه مركزك في الملعب؟ كيمي. ايه استعدادك للموسم الجديد؟ النهارده اول موسم ان شاء الله هنلعب ونهز كده. عمار محمد علي. ايه مركزك في الملعب؟ باك رايت. ايه استعدادك للموسم الجديد؟ ان شاء الله اول موسم ليا وهنعدي بدور كويس ان شاء الله. محمد سعيد. ايه مركزك في الملعب؟ جوكر. جوكر عم فتح يعني ولا ايه؟ ايه استعدادك للموسم الجديد؟ استعداداتي للموسم الجديد ان شاء الله نطلع المركز الاول وناخد كل الدوري اللي نلعبه. انا محيد ماهر. ايه مركزك في الملعب؟ باك يمين. استعدادك للموسم الجديد؟ ايه استعدادك للموسم الجديد؟ استعدادك للموسم الجديد ان انا ابقى لاعب كويس ان شاء الله واتشرف كابتن وكده يعني. احمد علي. ايه مركزك في الملعب؟ باك يمين. استعدادك للموسم الجديد؟ لا بلعب كويس ان شاء الله بشرف الكابتن وكده. سفيان احمد ابراهيم. ايه مركزك في الملعب؟ هاف يمين. ايه استعدادك للموسم الجديد؟ طبعا لازم نتمرن كويس ونبذل مجهود عشان نبقى احسن واحسن. عبد العال. ايه مركزك في الملعب؟ مدافع. ايه استعدادك للموسم الجديد؟ ان شاء الله هنبذل مجهود اقوى عشان نبقى اقوى فرقه في الدوري. احمد ابراهيم. ابنك بيلعب مالي كام؟ 2008. سفيان. مركزك في الملعب؟ هاف يمين. ايه دور حضرتك مع سفيان؟ يعني بحاول قدر المستطاع اوفر له الجو المناسب بحيث ان هو يجي في التدريب بتاعه ويبقى كويس في الماتشات ان شاء الله. صلاح الدين احمد. ايه مركزك في الملعب؟ جو حارس مرمى. ايه استعدادك للموسم الجديد؟ دمار جاي. دمار جاي. دمار. ايه الكلمات اللي توجهها للمدير الفني بتاعك والكوتش بتاعك؟ والله هو بيعمل كل فرصه وخلينا احسن. ابراهيم عبد العال. معاك بيلعب مواليد كام؟ 2008. اسمه؟ احمد ابراهيم عبد العال. مركزه في الملعب؟ مدافع. ايه دور حضرتك مع احمد؟ طبعا المواظبه على الطعام كويس والنوم كويس وتنفيذ تعليمات المدرب اول باول يعني. انا محمد سعيد والد اللاعب مؤمن محمد سعيد 2009. ازيك يا مؤمن عامل ايه؟ الحمد لله كويس. ايه مركزك في الملعب؟ راس حربة. ايه دور بابا معاك؟ بابا كويس وبشكره جدا على المجهود اللي هو بيعمله معايا يعني وبشكره جدا. يوسف محمد احمد. ايه مركزك في الملعب؟ هاف يمين. ايه اللي استعدادك تعملها عشان الموسم الجديد؟ انا طبعا بعمل كل حاجه علشان ابقى اكون جاي في الموسم الجديد واحقق انجازات لفريق نادي الاسماعيلي. انا بشكر الاداره هنا تمام والنادي ما شاء الله، وبشكر في الاول الكابتن محمد السيد هو اللي وصلنا لهنا تعب معاه بصراحه، والدكتور علي قابلنا مقابله كويسه ما شاء الله يعني ربنا يصلح حاله، وهنا الدنيا حلوه ما شاء الله الحمد لله. اسمي سلطان عاطف. ايه مركزك في الملعب؟ فيرل. ايه الاستعداد بتاعتك للموسم الجديد؟ الاستعداد بتاعتك؟ ان شاء الله ان احنا نلعب حلو وناخد البطوله. ايه مركزك؟ جوكر. احمد فتحي؟ اه. هيقول الاسماعيليه هيطلع احمد فتحي جديد ان شاء الله يعني؟ ان شاء الله.
ايه اللي ساعدك للموسم الجديد؟ ساعدت ان احنا ناخد الكاس ونطلع بطولة يعني، وناخد زي الموسم اللي فات. اهلا بكم من جديد، وتقرير رائع من نادي الاسماعيلي كريم المصري وسيد، عملوا لنا التقرير الرائع وشفنا راي اللعيبه وشفنا راي اولياء الامور، ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في الموسم الجديد. كابتن ميمي، يعني استعداد قويه جدا لبطوله القاهره اللي هتشاركوا فيها. طبعا ان شاء الله، احنا السنه اللي فاتت طبعا كانت مشاركه جيزه، وطبعا الحمد لله كان في تحقيق نجاحات قويه جدا من خلال فرقة 2008 وفرقة 2009 وكانت 2007 يعني، ولكن لم يحالفها الحظ، ولكن عندها استعداد السنة دي ان هي طبعا وقفت على رجليها صح. وطبعا عندنا القطاع كله بفضل الله، يعني الأجهزة الفنية هي اللي بتفرق معاك مع اللاعب. طبعا. طيب ليه؟ طبعا لان لو الجهاز الفني للفريق قوي، عناصر كويسه، وطبعا احنا الناس دي مش بنختارها، السنه دي ضفتوا عناصر جديده، عناصر جديده كبيره. طبعا وفي نفس الوقت الحاجات دي كلها ما بتتمش عشوائي، لا ده بيحصل اختيار لواحد واثنين، وبيحصل مميزات، نشوف مميزات المدير الفني وبنشوف الافضل، واللي بيتقدم وبنعرف ان السي في بتاعه افضل هو اللي بيكون موجود. الحقيقه السنه دي الدكتور عدي معاك وعامل كابتن تامر ممدوح عاملين يعني تجربه كويسه، وعاملين نظام كويس، وعاملين زي اختبارات كده الاجهزه الفنيه. طبعا كابتن تامر، طبعا تحيه وتقدير طبعا ليه، طبعا فعلا عمل طفره كبيره جدا السنه دي ما كانتش موجوده طبعاً السنه اللي فاتت بصراحه. طبعا دكتور عدي برضو قدم حتى قبل الدوري، عمل حاجات جميله جدا ان يحط الولاد في المود بتاع الماتشات واللقاءات القويه جدا ببطوله خفيفه وصغيره على كل الفرق، عشان حتى برضو كل جهاز فني من الفرق يقدر يقف على اللعيبه بتاعته في الماتش ودوري منطقه القاهره. تمام. كابتن عبد الرحمن، هتشاركوا برضو في منطقه القاهره؟ هنشارك ان شاء الله في منطقه القاهره بخمس مسابقات. ال 99 تمام 2003 طبعا 99 من ضمن المواليد اللي تحتيها لحد 2003 و2000 و2001 و2002 ضمن مع 2004 ال 2005 ضمن مع 2006 ال 2007 ضمن مع 2009 8 و9 تمام 2008 وال 2010 ضمن مع 2011. تمام. الاستعداد ايه؟ شايف ايه الفرق؟ اخبارها ايه؟ وبدات تلعبوا ماتشات لسه ما بداتوش؟ ممكن انا اكون حاليا الدنيا عندي ممكن تكون واقفه اكتر في ناحيه الناشئين. 2007 برضو بدات تقف على رجليها من خلال كابتن حجازي، راجل مشكور جه يعني عمل انقاذ لفرقه 2007 كانت تكاد تكون ما نشاركش بيها. تمام. 2010 برضو اتلحقت في الوقت الضايع، لكن ممكن نكون نتكلم عن اقوى فرقه في المكان ممكن 2003. 2003 في عناصر كتير منتظر منها حاجه السنه دي. منتظر منها حاجه. كابتن ميمي، برضو حضرتك المدير المالي والاداري في نادي الانتاج لفرق 2000 و2002 و2004، اخبار الانتاج ايه واستعدادكم ايه والدنيا ماشيه عندكم عامله ايه؟ والله طبعا انا قبل ما ابدا مع حضرتك الكلام في جزئيه الفنيات للانتاج الحربي، طبعا سيكتب التاريخ ويعني ويسطر بان لاول مره الانتاج الحربي يكون بنفس الشكل الموجود على الساحه، حاجه جميله طبعا بقياده الكابتن. بمعنى قصدك على الفرق الاستثماري يعني اول مره يعمل استثمار؟ اول مره طبعا، ولما اختار صح، ولما يعني قارن بمصداقيه. وطبعا اي مؤسسه عسكريه طبعا كل الاحترام والتقدير لها طبعا، ما بتختارش اي حد يخش عندها لان طبعا بيمس المكان كله طبعا، كمؤسسه بتمس مصر كلها طبعا. طبعا احنا الحمد لله والشكر لله وقع الاختيار علينا، كنا بفضل الله الافضل، والحمد لله طبعا بقينا موجودين داخل النادي بفرقه 2000 و2002 و2004. طبعا احنا الموضوع عندنا برضو مش ماشي عشوائي. ليه؟ طبعا الموضوع مش ان استثماري ففلوس وخلاص، لا طبعا الولد بيتبص عليه وبيتقيم من خلال الجهاز الفني للفرقه ومن خلال المكان طبعا، لان برضو ده اسم كبير، اسم الانتاج الحربي اكيد. تمام. فطبعا الحمد لله برضو معانا ال2000 وال2002 وال2004 هنلعب ان شاء الله دوري جيزه، طبعا دي برضو هتعمل طفره كبيره جدا بالنسبه للولاد،
وهيكون في عيون كتير جدا بتبص عليهم. طيب اخيرا في الجزئيه بتاعه الانتاج الحربي، بما انك قلت ان في استثماري، وايه الفرق ما بين الفرق الاستثماري دي والفرق الثانيه بتاعه النادي عشان الناس تبقى فاهمه؟ لا طبعا هو مفيش فرق كتير خالص، هو ده النادي وده النادي، والدليل ان احنا موجودين داخل النادي بتمريناتنا بتوقعاتنا، وطبعا بوجود طبعا كابتن ماهر همام المدير رئيس قطاع الناشئين والعميد عادل عبد الفتاح، طبعا تحيه وتقدير طبعا للهرمين الكبار. طبعا موجودين، واحنا طبعا تمريناتنا بتكون يوم الاثنين الساعه 11 ويوم الاربع الساعه ويوم الجمعه الساعه 3، وده داخل نادي الانتاج نفسه. طبعا التجربه طبعا بفضل الله، طبعا الفرق ما بين انك في فرق او ما فيش فرق، لا طبعا احنا حاجه واحده منظومه واحده. طبعا في عندنا ميزه كويسه جدا مش موجوده بره. طيب الميزه اللي موجوده عندنا ان حضرتك لو اللاعب جاي لاعب سوبر مش لاقي فرصه بره، طبعا اتوجدت الفرصه داخل الانتاج الحربي، الموضوع ما بيمشاش على انك في استثماري، لا، ان طبعا في تقرير بيتكتب عن اللعيبه المميزه طبعا من خلالي، وبصعده للكابتن ماهر همام، وبيبدا النظر فيه للاعب ويتبص عليه مره واثنين وثلاثه، ولو هو فعلا لاعب مميز جدا جدا بيتم تصعيده والنادي بيتبناه. تمام. عايز اقول ان معظم الانديه بقت شغاله استثماري، الانتاج الحربي، المقاولين، اسماعيلي، انديه كتير جدا. ليه شغاله استثماري؟ لان الانديه في الفتره الاخيره بقت مواردها بتعاني من قله الموارد، ما عندهاش موارد تصرف منها على الناشئين وعلى البراعم، فبتقول ان اللعيبه دلوقتي تدفع نظام اشتراكات سواء شهريه او سنويه، بحيث اللعيبه دي تصرف الفئه او الانديه دي تصرف على نفسها من خلال هذه الاشتراكات، بدل ما تعمل اكاديميه او بدل ما تلغي الفرق دي، وليكن مثلا فرقه 2000 او 2002 او 2001، النادي ما عندوش مقدره ماليه ان هو يصرف وهيلغي الفرقه دي، فربما الفرق دي بيكون فيها لعيبه كويسه او تطلع له لعيبه كويسه، فبيبدا اللعيب يدفع مبالغ ماليه مقابل ان هو يتواجد، يبقى اللعيب استفاد ان هو دفع فلوس وتواجد في الفرق، والانديه برضو استفادت ان هي اللعيبه دي موجوده معاها، ربما يطلع لاعب او اثنين او ثلاثه للدرجه الاولى. طب نظام الاستثماري في مصر ناجح بنسبه 100%؟ لا طبعا مش ناجح بنسبه 100%. النظام الاستثماري في مصر ليه ايجابياته وليه سلبياته، ليه ايجابيات كتير جدا وليه سلبيات كتير جدا. في ناس بتشتغل كويس جدا، في ناس بتسيء استخدام او الشغل في النظام الاستثماري. ده مجال كبير وكلام كتير، وهنخصص له حلقه لوحده عن النظام الاستثماري في قطاعات الناشئين في مصر. كابتن عبد الرحمن، كلمه اخيره حضرتك حابب تقول ايه؟ هو كلمه يعني خلينا نتكلم برضو في جزئيه صغيره كده، حته الاستثماري. احنا السنه دي في دعم قوي جدا يفرق عن السنين اللي فاتت وعن اي مكان استثماري تاني. احنا لينا سواء فرع الساحل او فرع مصر الجديده، فرع الساحل بقى ليه كيان وملعب خاص بيه اللي هو مركز شباب الساحل، في ملعبين على اعلى مستوى تم تجهيزهم، فاصبح المكان ليه نادي، النادي ليه مكان مش مجرد اللي هو بيأجر ملعب، فالموضوع بيبقى فيه مشاكل كتير. ونفس الكلام في الفرع بتاع مصر الجديده، نفس الكلام نادي الماظه. تم تجهيزه، هيبقى الملعب الرسمي بتاعه، الملعب الرسمي بجيم بشغل محترم، ف دي حاجه كويسه طبعا، لما ناحيه اللياقه البدنيه للاعب في حاجات كتير، كل لاعب عنده ملعب 9 سنين يضمن ان هو مش هيتحرك من هنا لهنا ولا يروح هنا، مفيش بهدله، مفيش شحططه، كل الخدمات تبقى متوفره له في المكان اللي فيه. كابتن عبد الرحمن بشكرك شكرا جزيلا، بتمنى لك التوفيق السنه دي في نادي الاسماعيلي وتحقق نتائج كويسه. شكرا. ان شاء الله. بنشكر كابتن عبد الرحمن، وهنطلع نشوف تقرير من نادي الساحل مواليد 2001، وبعد التقرير هنستقبل الكابتن محمد حمو رئيس لجنه التحكيم في دوري الحريف. عرفني نفسك كابتن. بس محمد علي. لا فريقين. انا فريق ترسانة. ايه اخبار التأهيلات واستعدادات للدوري؟ لا السنة ان شاء الله الموسم ده هنعمل حاجة حلوة، الموسم اللي فات كنا هنعمل حاجة حلوة بس الكورونا دخلت علينا وكده، بس ان شاء الله الموسم ده مستعدين كويس وهنعمل موسم حلو ان شاء الله. بالتوفيق يا كابتن. نفسك كابتن. حازم الكشف كابتن فريق ترسانة 2002. بتحب تقول الكابتن النهارده؟ بشكره والله على اداء التمارين والماتشات، و مدرب على اعلى مستوى يعني، وبيعمل معانا شغل كويس، وربنا يوفقنا ان شاء الله الموسم ده. شكرا. بلال ربيع محمد، بلعب في نادي الترسانه مولد 2002. بتقول الكابتن؟ بلعب مع كابتن ناصر وكابتن سلامه وكابتن كريم الاداري، والحمد لله قدرنا نقضي فتره كويسه
الحمد لله قدرنا نلعب منتوشة ودية واستفدنا كتير أوي يعني معاه. استعداداتكم إيه للدوري؟ احنا الحمد لله خدنا الدوري اللي فات يعني بدأنا وكنا هناخد مركز كويس وبس بسبب كورونا يعني وكده والمنتوشة وقفت بس المنتوشة اللي كانت بقالنا يعني كنا نقدر ناخد بقى مركز كويس يعني مع كابتن ناصر. توفيق يا كابتن. توفيق. عرفني نفسك يا كابتن. اللاعب عبد ياسين. فريق ايه؟ ترسانة 2004. بتقول ايه الكابتن؟ والله كابتن ناصر تعب معانا السنه اللي فاتت وان شاء الله نعمل موسم كويس السنه دي عكس الموسم اللي فات. ماشي. اخبار التاهيلات مع كل الدوري؟ والله السنه اللي فاتت خدنا مركز رابع، السنه دي حاطين املنا ان شاء الله في ربنا وصلنا في الفرقه هناخد مركز اول ان شاء الله السنه دي. عرفني نفسك يا كابتن. محمود خالد اوران، مواليد 2002، نادي الترسان. تحب تقول ايه الكابتن؟ لا الحمد لله كابتن ناصر كابتن محترم ومنظومه محترمه جدا و بعدين فتره كويسه جدا اعداد بدني وفني وماتشات وديه على اعلى مستوى يعني وعاملين ان شاء الله موسم كويس السنه دي. استعداداتكم ازاي للدوري؟ الحمد لله بدانا بدني وكابتن سلامه ماشي معانا بمستوى كويس يعني وبدانا فني والفتره دي الحمد لله يعني ماتشات وديه كويسه وعاملين نتائج كويسه في ماتشات وديه يعني وعلى تم الاستعداد للدوري ان شاء الله. عرفني نفسك يا كابتن. انا اسمي حسام هاني والشارك بصدار. فريق ايه؟ فريق الترسانة 2002. تحب تقول للكابتن؟ بحب اقول للكابتن انا اول سنه العبها معاهم هنا والحمد لله يعني عاملين اعلى شغل معاهم وهم عاملين احلى شغل معانا. استعدوا ازاي للدوري؟ دلوقتي بنستعد تمرينات كويسه وماتشات وديه على اعلى مستوى برضه وبنعمل كل حاجه ونجيب كل ما هو جديد في الدوري ده ان شاء الله. عرفني نفسك يا كابتن. بسام محمد. فريق ايه؟ ترسانة. تحب تقول للكابتن؟ شكرا كابتن على كل اللي بيعمله معانا وان شاء الله هنعمل اللي هو يتمناه يعني. استعدتوا ازاي للدوري؟ احنا عملنا الحمد لله فتره اعداد كويسه والحمد لله الكابتن اشتغل معانا كويس وان شاء الله هنأدي بقى اللي احنا عملناه ده في الملعب. توفيق يا كابتن. احمد هديه بلعب في نادي الترسانه. تحب تقول للكابتن؟ بقول بشكر الكابتن ناصر على المجهود اللي بيعمله معانا وبيمرنا على اعلى مستوى وماتشات يعني الحمد لله بنلعب 3 ماتشات كل اسبوع وتمرينات ويعني بشكر كابتن سلامه برده وكابتن كريم وقطاع ان شاء الله باذن الله يبقى حاجه كويسه ونتسوى ونبقى يعني ان شاء الله حاجه عاليه باذن الله. تعتدوا ازاي الدوري؟ ابتدينا بدني شهرين وبعد كده فنيات ابتدى معانا الكابتن فنياته وختمنا باخر حاجه الماتشات الوديه بنلعب 3 ماتشات كل اسبوع الحمد لله وان شاء الله نوصل لحاجه كويسه باذن الله. عرفني نفسك يا كابتن. سعيد محمود سعيد بلعب في الترسانه مواليد 2002. بتقول للكابتن؟ كابتن عامل مجهود عظيم معانا وتمرينات حلوه يعني وكده. استعدتوا ازاي للدوري؟ استعدينا بالتمرينات وبدني وكده. شكرا. اهلا وسهلا بكم من جديد وده كانت استعدادات نادي الاسماعيلي لدوري منطقه القاهره مواليد 2001. هننتقل للجزء الثاني من الحلقه دوري الحريف خلاص على الابواب 27/11 الانطلاقه الرسميه للموسم الخامس. خلي بال حضراتكم هي النسخة العاشرة في دوري الحريف لكن الموسم الخامس يعني ده البطولة اللي هتنطلق كمان أيام دي النسخة العاشرة إن احنا عملنا 5 بطولات دوري وخمس بطولات كاس فدي النسخة العاشرة من دوري الحريف الموسم الخامس. انضم لينا طبعا يتكلم عن النسخة العاشرة والموسم الخامس كابتن كبير جدا ومن عوامل نجاح منظومة الحريف ومن الناس المحبوبة داخل دوري الحريف من المدربين ومن أولياء الأمور ومن كل الناس بصراحة حكم محترم حكم ليه شخصية حكم ليه كاريزما حكم قريب من الناس كلها كابتن محمد حمو. منورنا كابتن. أهلا وسهلا بك. أخبارك إيه؟ كله زي الفل تمام الحمد لله. طبعا الكابتن محمد حمو اللي مشترك معانا في دوري الحريف هيعرف اللي أنا بقوله ده راجل ليه شعبية طاغية جدا في الدوري. أول مرة أشوفها في حياتي ان يكون في حكم الناس كلها بتتفق عليه. دايما الحكم في المنظومة الكروية بقى سواء في الدوري الممتاز في الطرف او العنصر الوحيد اللي كله بيبقى زعلان منه وغضبان منه ومحدش يعني طايقه هو حكم كرة القدم. كل فرقة بتخسر في العالم لازم تحمل
الحكم نتيجه خسارات. قال لك كابتن حمو انا مش عارف ايه السر يا كابتن، الناس كلها بتحبك في الدوري. الحمد لله فضل من ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين. ده اجتهاد كبير والحمد لله دعوات والدتي ووالدي ليهم فضل كبير عليا واخواتي. اي فرد بصراحه انا اتعلمت منه كتير، ليه الشكر الكبير ليه يعني. وطبعا بوجه الشكر لحضرتك كابتن محمود اللي حضرتك اديتني الفرصه دي. دوري قوي جدا، من اقوى الدوريات في مصر، دوري رقم واحد، اكاديميات كتير جدا، تنظيم عالي جدا، منظمين، مراسلين، مصورين، اخيرا الحكام. بنحاول نطور على قدر الامكان في منظومه التحكيم شكلا واداء وموضوعا. واستعنا في البطوله الاخيره بتقنيه الفار، ركبنا كاميرات في الملاعب عشان نقدر اي حاله فيها شك نقدر نرجعها. خلي بالك دي كانت اول مره في تاريخ المسابقات الناشئين والبراعم، عايز اقول لك مش في مصر، يعني ممكن تكون في افريقيا يعني والوطن يعني العربي ان يبقى فيه تقنيه صحيح. فار في مسابقات ناشئين. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا طبعا بشكر حضرتك وبشكر كابتن ميمي وبشكر كابتن سعيد، كل الناس اللي قدروا يوفروا لنا كل الامكانيات دي اللي احنا نقدر باذن الله نعمل حاجه كويسه. انا من ساعه لما قلت لحضرتك عايزين نشتغل بتقنيه الفار حضرتك لبيت الطلب، ويمكن انت حضرتك بعت لي الصور وانتوا بتركبوا الكاميرات وبتركبوا الشاشات في المكتب وكده، فدي حاجه تحسب لكم بصراحه ان انتوا عايزين تنجحوا الدوري. نجاح الدوري من نجاح المنظومه ونجاح المدربين، الاشتراك بين اللعيبه والاحتكاك دي حاجه كويسه جدا وقويه جدا. الحمد لله رب العالمين، يعني احنا كلنا بنحاول نجتهد في ظل اللي احنا عايزين نسعد الناس كلها في اشتراك دوري كبير جدا زي دوري الحريف تحت قياده كابتن محمود الشيخ. كابتن ميمي برضو حضرتك من عناصر نجاح البطوله، يعني بفضل الله انت من الناس الاداريين المحترمين والمهمين، واللي انا بعتمد عليك انت وكابتن سعيد المصري وابقى مطمن في الملعب اللي انتوا تكونوا موجودين فيه بامانه. يعني الناس كلها بتجتهد وبتشتغل، وحصلت اضافات قويه ليكم في السنه دي، الكابتن علي حسين والكابتن ضياء، والكابتن فيصل والكابتن ضياء طبعا. يعني الاضافات دي كانت اضافات قويه، ولكن بشكل شخصي انا ببقى مطمن لما انت بتكون موجود انت والكابتن سعيد في ملعب من الملاعب. بمناسبه الكابتن فيصل، المدربين المحترمين ومن الاداريين ومن الاضافات القويه في دوري الحريف، وبنبارك له طبعا ان هو تولى خلال الايام اللي فاتت منصب مدير قطاع البراعم في نادي بورتو السويس. يعني بتتعامل ازاي في البطوله، ودورك ايه في بطوله دوري الحريف، وازاي ساعدت انك تخرج او تخرجه الموسم اللي فات بالمستوى اللي احنا شفناه؟ والله الحمد لله طبعا يا كابتن، ده كان فضل من ربنا علينا. الحريف طبعا كان له اسم وتاريخ موجود وطول عمره موجود. طبعا ده كرم من ربنا فعلا ان البطوله السنه دي بالذات، لان الموسم السنه دي بالذات موسم خاص، يعني موسم كروي اصلا من تراث خاص بسبب موضوع كورونا والوقف. حتى في العوده احنا لما جينا نرجع كان الكل يعني بيقول لك لا مش هينفع يرجعوا، لا مش هيرجعوا، حتى المدربين حتى الفرق لا، ومش يعني قال لك لا حتى لو رجعنا هنفشل. ومع ذلك الحمد لله رجعنا، ورجعنا بقوه جدا، وتم النجاح بالفعل، والدنيا كلها قالت ان فعلا الحريف السنه دي والدوري السنه دي حاجه مختلفه عن الموسم اللي فات وغيره وغيره. طبعا الدوري بدا بشكل كويس، طبعا في البدايه هي كانت فكره طبعا جميله من حضرتك، وطبعا كان حلم انت بتحب انك تشوفه كبير قدامك، وبالفعل الحمد لله شفناه في الحفله طبعا الاخيره للدوري طبعا بحضور كابتن ماهر همام. وطبعا اضافه كبيره النهارده انك يكون عندك نجم كبير زي ده طبعا كابتن ماهر همام، ان يكون مستشار فني للبطوله طبعا كابتن محمد اليماني طبعا لاعب النادي الاهلي، وطبعا حضر معانا حتى الحفله برضو كابتن احمد السيد برضو مشكورا، وكان حفل طبعاً جميل جدا وكبير جدا وكل اشاد بيه، وخرجت البطوله بشكل كويس. طبعا احنا النهارده عندنا عنصرين مهمين جدا، عندك كابتن ماهر همام وعندك كابتن محمد اليماني. طب البطوله هنا بتختلف في ايه السنه دي؟ ان عندك اكتشافات هتحصل من خلال الكبار. لو في لاعب فعلا فلته، لاعب سوبر، لاعب في اكاديميه ملوش نصيب في مكان، وبيتشاف النهارده من خلال كابتن ماهر همام او الكشافه اللي موجوده من الوكلاء ومن المدربين اللي في انديه، النهارده الولد بيتاخد فعلا. وده حصل بالفعل، دوري الحريف خرج منه لعيبه كتير جدا جدا راحت انديه وفعلا كانت في الممتاز. تمام، فالدوري بالفعل له نجاحات كبيره، وكل سنه بيزيد نجاح وكل سنه بيزيد تطور،
وطبعا دي حاجه بتشرف منظومه الحريف كلها. تمام. طبعا اتفضل كابتن. يعني احنا كابتن حمو احنا معانا طبعا النهارده الجزء الاخير من الحلقه، جزء مهم جدا مع اثنين من نجوم نادي الانتاج ونادي الاسماعيلي. زي ما اتكلمنا عن نادي الاسماعيلي ونادي الانتاج، معانا الجزء الاخير من الحلقه هيبقى عن استضافه اثنين من لعيبه نادي الانتاج ونادي الاسماعيلي. قبل ما الجزء الاخير من الحلقه يجهز، بنتكلم مع الكابتن حمو عن تفاصيل دوري الحريف والاستعدادات لدوري الحريف السنه الجايه. السنه الجايه يا كابتن حمو، ايه الاضافات واللي انت المفاجآت اللي محضرها بصفتك رئيس لجنه الحكام للفرق والاكاديميات المشاركه في دوري الحريف؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بنحاول بقدر الامكان اللي احنا نتواصل مع المدربين، ودايما بنسال عن الحاجات اللي مضايقاهم والحاجات اللي هم بيشوفوها فيها سلبيات بنحاول نخليها ايجابيات، وده طبيعي. دايما متواصل مع المدربين في حاجات ان احنا لو في اي خطا المدربين بيتقبلوه بصراحه، وده حاجه يعني يشكروا عليها. دايما سندنا دايما المدربين، حفل نهائي محترم جدا، الواحد كان حاسس بفخر ان هو في حفل نهائي زي كده بوجود كابتن ماهر همام وكابتن احمد السيد نجم الاهلي وكابتن ماهر همام مدير قطاع ناشئين الانتاج الحربي. انا عايز اشكر كل الحكام اللي كانوا معايا بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى. الحكام دي كانت بتتعب جدا، كانوا بيجوا بساعات من سفر من الساعه 6 الصبح، بيطلعوا من بيتهم تقريبا الفجر ولا حاجه، ويجوا ويحاولوا ينجحوا يقعدوا لحد الساعه 2 3 وبيستحملوا الناس كلها. بنقابل عقبات طبيعي بنقابل، بس بنحاول نعديها عشان ننجح. ده تارجت عندنا اللي احنا عايزين نوصل للنجاح اللي احنا كلنا في الاخر بنحمد ربنا عليه ووصلنا له الحمد لله، ولسه ياما هنعمل اكتر. اي ملحوظه بنقولها لحضرتك، حضرتك بتحاول ان انت تسندنا وتساعدنا فيها عشان نقدر نوصل لحاجه كويسه. كابتن حمو الوقت جري بينا يعني بسرعه، اسماء الحكام اللي معاك ايه؟ كان في كابتن شوله وكابتن عبد الرحمن وكابتن ياسر وكابتن حازم وكابتن مهدي وكابتن سلام وكابتن احمد زيدان وكابتن نصر في حكام كتير جدا، وكابتن صيام، وفي حكام كتير جدا ولسه هيتضاف علينا حكام كتير. كلمه اخيره لو حضرتك تسمح لي، احب اشكر كل المدربين اللي هم ساندوا التحكيم، احب اشكر كل المنظومه اللي كانوا بيوفروا لنا كل حاجه، احب اشكر الحكام زمايلي اللي وصلونا للنجاح ده. باذن الله موسم الحريف الموسم الخامس موسم استثنائي باذن الله يبسط الجميع الله. وباذن الله نشوف اللعيبه كلها في احسن دوريات مصر باذن الله. انا بشكرك يا كابتن حمو، وبشكر كل الحكام، وبشكر كابتن ميمي، وبشكر حضراتكم على متابعه حلقه النهارده، واسيبكم مع لقاء مهم جدا مع زميلتنا المتالقه بسمه رشوان، اثنين من نجوم نادي الاسماعيلي ونادي الانتاج الحربي. وبالمناسبه عايز اقول يعني كلمه في حق الزميله بسمه رشوان، هي واحده من افضل المراسلات اللي انا والمذيعات برضو اللي انا تعاملت معاهم واشتغلت معاهم في حياتي، يعني بقالي 15 سنه اشتغلت في معظم قنوات سي بي سي، المحور، القاهره والناس، الحدث، الصحه والجمال، سي ار تي، كمعد وكمدير تحرير وكرئيس تحرير وكمقدم برامج. لكن بسمه رشوان بجد واحده من افضل هؤلاء المذيعات. هسيبكم مع فقره الزميلة بسمة رشوان، وإن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة يوم الاثنين المقبل الساعة 11 مساء. مساء الخير أستاذ محمود الشيخ، مساء الخير على كل المتابعين ومشاهدين برنامج الحريف في كل مكان. أهلا بكم فقرة جديدة في برنامجكم الحريف. النهاردة معانا اثنين نجوم من نادي الانتاج الحربي ونادي الاسماعيلي اللي الكل بيتوقع عليهم مستقبل كبير جدا في كره القدم. رحبوا معانا بكابتن عبد الله جمال، مواليد 2007، بيلعب في نادي الاسماعيلي حاليا، وكابتن عبد الله فتحي 2006، بيلعب في نادي الانتاج الحربي حاليا. اهلا بيك كابتن عبد الله. تمام الحمد لله. كابتن عايزين نعرف نتعرف بيك اكتر ونعرف المشاهدين بيك. اسمي عبد الله جمال محمد، 2007. سنك عندك كام سنه؟ 13. في سنه كام؟ في سنه ثانيه اعدادي. ثانيه اعدادي. عايزين نعرف بقى انت بدات مشوارك ازاي في كره القدم. كنت يعني كنت بلعب في نادي. مين اللي اكتشفك؟ يعني مين اللي قال عبد الله بيعرف يلعب، عبد الله عايزين نوديه النادي؟ بابايا هو اللي اكتشفني. باباك. كنت بتلعب الاول فين؟ يعني اكتشفك ازاي؟ كنت بتلعب فين وقال لا عبد الله لازم يقدم مثلا في نادي كذا؟ وانا كنت بلعب مع اخواتي عادي في الملعب، فهو يعني قال لي ان انا لعيب. يعني
عبد الله، كابتن عبد الله منورنا النهارده. طبعا عايزين نعرف بقى يا كابتن، عايزين نتعرف بيك اكتر، نعرف بيك المشاهدين. عايزين نعرف انت عندك كام سنه وبتدرس ايه؟ عبد الله فتحي علي. عندك كام سنه؟ 2006. عندي 14 سنه. سنه كام؟ انا في سنه ثالثه اعدادي. انت منين؟ انا من اسيوط. اسيوط. جاي من اسيوط عشان تعمل معانا لقاء وتلعب هنا في الانتاج الحربي، ولا بتروح وتيجي، ولا مقيم هنا؟ لا مقيم هنا. مقيم هنا عشان النادي. طيب يا كابتن عبد الله، عايزين بقى نعرف مين اللي اكتشفك ومين اللي خلاك تلعب كوره، مين اللي حطك على اول الطريق؟ عمي. شافك امتى بتلعب كوره وقال لا انت خلاص عبد الله لازم يلعب؟ قال انه ودي نادي، وبعد كده عاد رحت مركز شباب الوصيه، برضو عادي قاعد معاه، راح وطني الكابتن محمد سليم. وطرك؟ مش وطن يعني، كنت خايف منه؟ مش وطن يعني، علاني وداني نادي يعني، قال نودي اختبارات، وداني الاختبارات نادي الانتاج. كنت بتلعب فين الاول خالص يعني؟ عمك شافك كنت بتلعب فين؟ بلعب عادي حجز مع بعض، ما انا واخواتي ولد عمي كده، وعادي وراح خدنا من وسطيهم وقال احنا لازم نودي نادي. لقاك بقى انت الشاطر اللي فيهم، انت اللي بتعرف تلعب كوره. وباباك؟ وبابايا برضو. اكتشف فيك الموهبه دي ولا لا؟ ايوه. طب انت بتلعب دورك ايه في الملعب؟ انا بلعب باك يمين. باك يمين. وبمسك يعني الدفاع كله. يعني مركزك في الملعب قوي كده. طيب عايزين بقى نعرف منك، لما بتلعب مين بيشجعك اكتر؟ مين اللي بيقولك لا انزل روح الماتش بتاعك، ما تاخرش على الماتش بتاعك؟ انا الكابتن بتاعي. الكابتن بتاعك. بالنسبه لاهلك بقى، مين اكتر ناس بتشجعك؟ مين اكتر ناس بيقولك لا لازم تروح الماتش بتاعك، ما ينفعش تاخر؟ بابايا ومامايا برضو. طيب يا كابتن، عايزين نعرف كنت بتلعب فين قبل كده؟ انا كنت بلعب في نادي التربيه، وبعد كده روحت نادي المقاولين العرب ب، وكان في الف وب وجيم. الف كان اعلى حاجه، وبعد كده ب، وبعد كده جيم، وبعد كده روحت اكاديميه الاهلي مع الكابتن محمود صادق، لعبت سنه، وبعد كده روحت اكاديميه سي اف سي مع الكابتن عماد فرج، لعبت سنه. طب عايزين نعرف انت سبت اكاديميه الاهلي ليه؟ ايه العيب اللي كان فيها اللي انت تسيبها وتمشي؟ انت هل انت قصرت في التمارين بتاعتك عشان كده مشيت، ولا العيب كان في ايه؟ كان في حاجه اكيد مش عاجباك هناك مثلا؟ لا، هو كان كابتن عماد في سي اف سي كان يعني كان احسن، وتمريناته كانت كويسه، فهو كان بيمرني برايفت، فانا استمرت معاه بقى، بعد كده ربنا وفقني والحمد لله بقيت في الاسماعيلي. قبل الاسماعيلي كنت في الاهلي؟ في الاكاديميه. في اكاديميه الاهلي. وقبل الاهلي؟ بالاهلي كنت في المقاولين. المقاولين. طب سبت المقاولين ليه؟ هو ما كنتش يعني بلعب في الدوري اساسي، وبعد كده سبت المقاولين. طيب ايه اكتر حاجه كانت عاجباك في المقاولين؟ كان في هناك كان في التحام، وكانوا بيمرنونا في الشمس، وكانوا موفرين لنا ملاعب كويسة وتمرينات كويسة. تمام. عايزين نعرف بقى الميزة اللي انت اكتشفتها في الانتاج الحربي. انا رحت اختبارات وقبلت وبقيت نجم يعني، لعيب في النادي الانتاج الحربي. بقيت نجم خلاص، قررت ان انت بقيت نجم، عشان كده طالع معانا النهارده طبعا. طيب عايزين نعرف ايه اكتر حاجة حبيبها في الانتاج الحربي؟ شو التمريرة مع احترام، التزام. التزام بالمواعيد. الوقت اللي انت بتلعب فيه بيبقى الصبح ولا بالليل؟ انا في الصبح. الصبح. الشمس دي بتبقى وحشه عليك وكده ولا؟ لا بتبقى تمام. اسيوط بقى وكده. واخده على كده. طيب عايز اعرف بقى مين مثلك الاعلى بره مصر وجوه مصر؟ انا نفسي ابقى زي علي معلول، بره مصر ابقى زي محمد صلاح او ديبالا، باولو ديبالا. تمام. مين مثلك الاعلى بره مصر وجوه مصر؟ جوه مصر عبد الله السعيد، بره مصر انيستا. عبد الله السعيد ومين؟ انيستا. انيستا. تمام. نفسك تكبر لما تكبر كده وتبقى لاعب قد الدنيا، تبقى زي مين؟ محمد صلاح. محمد صلاح. طبعا. اكتر حاجه بتحبها في محمد صلاح ايه؟ لعبه واخلاقه. لعبه واخلاقه. وايه تاني؟
وجوان اللي بيجيبها دي. انت طب كلمني بقى شويه عن الاجوان بقى، اكيد انت هداف اكيد لما بتلعب مثلا، عايز اعرف برضو بقى لك قد ايه في الانتاج الحربي، ولعبت كام ماتش، وفي اني ماتش كنت اكتر حاجه فرحان بيها جبت فيها اجوان مثلا، او حد كان بيتفرج عليك وفخور بيك؟ انا اول ما بقالك قد ايه الاول في الانتاج الحربي؟ ده لسه جديد. لسه جديد بقالك قد ايه؟ مش عارف. اربع تمرينات. اربع ايام لعبتش ولا ماتش؟ ما انا بلعب نتكسيم يعني مع بعض كل قبل الانتاج الحربي قلت لي كنت فين؟ انا كنت في مركز شباب الوصية، وكنت في المنيا. تمام. لعبت ايه في المنيا؟ لعبت اكاديميه. اكاديميه ايه؟ مولي. تمام. طب كلمنا بقى يعني على الماتشات اللي انت كنت بتلعبها، كنت بتكسب فيها ولا كنت عادي؟ طب